ممكن تتكلم عن الدروب شيبينج وافضل المواقع اللي الواحد يبدأ منها؟ بص، مجال الدروب شيبينج، انت طبعا انت اكيد فاهم يعني ايه المجال طالما بتسأل عن المصطلح نفسه. عموما الدروب شيبينج ان انت بتفتح متجر بتضع فيه منتجات باسعار اغلى من سعرها الجملة، يعني اغلى من سعرها عند المورد اللي انت بتتعامل معاه. يعني المورد لو هيديك السلعة دي مثلا ب 100 دولار، يبقى انت بتعرضها في المتجر بتاعك مثلا ب 150 دولار، يعني بتبقى عامل فيها هامش ربح كويس. ولما حد يشتري من عندك طبعا انت بتروح تطلب هذه السلعة من المورد، وبالتالي انت بتاخد اكبر قدر ممكن هنا من العمولة. والدروب شيبنج له مزايا كبيرة جدا، ان انت ما بيبقاش المنتج عندك، مش انت اللي بتتعامل مع امور الخاصة بالشحن وهذه الامور، فده طبعا في يعني بتبقى من مزايا الدروب شيبنج. افضل المواقع اللي الواحد يبدأ منها على حسب انت هتبيع فين. يعني لو انت هتبيع في الولايات المتحدة الامريكية فانت ممكن تعمل دروب شيبنج من امازون، وامازون مش هيبدأ يعمل معاك مشاكل غير لو انت كان اوردراتك كتير قوي في اليوم وبتستخدم امازون برايم، ممكن في الحالة دي يقفل الحساب. لكن دي حاجة ما تشيلش همها في الأول، لأن له بدايل، ممكن تطلب من الإي باي، ممكن تطلب من وول مارت، دي المتاجر اللي أنت ممكن تتعامل معاها جملة تشحن داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهتلاقي الشحن بشكل يعني سريع.